كل ما فينا نخفف سرعة انتشار هيدا الفيروس، كل ما نحن نقدر نخلق مجال للإدارات الطبية والصحية والأجهزة الصحية بلبنان ليستوعبوا المرضى. أمتى المريض مفروض يجي على يتجه على الطوارئ ليتشخص بالكورونا أما ليعمل فحص الكورونا؟ الطوارئ عندها مهمتين، تستوعب مرضى الكورونا ومهمة تستوعب المرضى يلي السكتة القلبية والجلطة والصدمات، مش حتوقف هيدي الأمراض وهيدي الحالات. الطوارئ حتحط وتركز على أنه تعمل فحص الكورونا على المرضى يلي عندهم عوارض. الشخص يلي حاسس بحرارة بسعلة ومتعرض لأي شخص عنده الكورونا أما بعده جاي من خارج لبنان خلال هال 14 نهار، هيدا المريض اللي مفروض يتجه على الطوارئ.